خليني أختم يعني هذا اللقاء بآية من رسالة فيليبي الإصحاح الثالث آية عشرين يقول فإن سيرتنا نحن هي في السماوات سيرتنا يعني جنسيتنا مواطنتنا هويتنا إن صح التعبير فإن سيرتنا جنسيتنا مواطنتنا هويتنا نحن هي في السماوات التي منها ايضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صوره جسد مجده، بحسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه كل شيء. مكتوب ايضا اخيرا ايها الاخوه، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا مكتوب أيضا لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب لأن أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا تخيلات تصورات هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين أن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. بصلي أن نمتلئ من الروح القدس حتى نواصل سيرتنا بقوة الرب يسوع.